سيد النائب محمد مصطفى محمود سليم، سيد النائب محمد خليل العماري. سيد علي الرئيس. الله، إيه انت الرئيس؟ غيرت مكانك يا محمد يا سليم. انا عم بقول انت بتقعد. انا بغير يعني مشكله، يعني ارجو عدم تغيير الاماكن علشان ما يحصلش ارتباك كده. انت بتقعد طول عمرك الورا يا فندم. اولا اقعد يا محمد يا عطر، يا ممدوح يا مقلد، يا اسامه يا شرشر. يا فندم، لابد ان يوبع عندنا خريطه واضحه تتعلق بالسياحه. السياحه هي الثروه القوميه للوطن، وسيد وزير السياحه عايزينه يبذل جهد غير عادي، وبالذات في السياحه العلاجيه باعتبارها احد مصادر الثروه القوميه للسياحه. محافظه اسوان، الاقصر واسوان، مفيش يعني بعد ما ربنا يسر بعد زياره السيد الرئيس وبعد مؤتمر الشباب. ارجو من الساده الاعضاء الجلوس. اللي حصل في اسوان بدات السياحه تزداد، وكنا بدانا نرجع لوضعنا الطبيعي في السياحه. ولكن عاوز اقول وعايز اوضح يا فندم اني بمجرد اللي حصل احنا رجعنا خطوات. بنتمنى الخطوات دي ما يبقاش ليها تأثير علينا مستقبلي. بعد ما زيارة السيد الرئيس واخدت مصر آمنة يعني بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر من البلاد الآمنة، كنا بدأنا نشم نفسنا كده. فأنا بقول للسيد وزير السياحة لابد من وضع خطة قوية ما تخليش تأثير الأحداث الانفرادية تؤثر على السياحة، ولا سيما السياحة العلاجية لابد أن يكون لها ملف جديد تستثمره مصر. وشكرا يا رئيس.